مرحبا، انا فوزي، مؤسس فريق فوزي موزوتوتي. اليوم احنا موجودين في عمان في قصر الثقافي مدينة الحسين للشباب. هاي المره ال15 اللي احنا تقريبا كل سنه بنيجي بين 3 لـ4 مرات على الاردن وبالتحديد على عمان. يعني احنا سعيدين كثير نشوف الجمهور العربي الاردني كل من جميع انحاء الدول العربيه نشوف الموجودين هنا بعمان يجوا يحضرونا. وحفلتنا اليوم بعمان هي نوعا ما لقاء بين جماهيرنا، بين متابعينا اللي هن الكبار والصغار، نلتقي فيهن بالحفل اليوم. طبعا احنا بنلاقي جمهور حافظ كل الاغاني، بيعرف كل الكلمات، كل التصرفات، كل الحركات تبعتنا تتبعنا، يعني عارف كل شيء عننا. فجميل جدا انه تشوف هيك عدد كبير من الناس جاي يحضرنا. أعرفكم على عمي مع أنه مش عمي ولا مرة رح يكون عمنا. مرحبا، كيف حالكم؟ أنا متأفس كتير. أنا بدي أقول لكم أنه يعني شكرا وإلى اللقاء. يلا إلى اللقاء. أنت وين رايح مستعجل؟ رايح أنظف الأشياء. والأشياء لازم أنظفها، ولازم أنظف الأشياء بالإنجليزي. بس يعني. أحكي لك كلمة، هذول أصحابنا رؤية. كلمة كمان كلمة؟ واحدة كمان كلمة. إلى اللقاء. شكرا، أنا متأفس كتير بدي أحكي معكم بالتفلون، بس رحت على المستشفى صرفانت. بعد ما صرفانت أخذوني هناك، خلاص بعدين متأفس. يلا إلى اللقاء. على التلفزيون شوفونا على رؤية. عمي أس أس قصدي عمي أسامة، أنت ليش مالك لاين بالبجامة؟ بجامة يا أبتي، بس هي أوعي الشغل نصيح شوي. خليني أبتها لي.